بالسياسة بالسياسة سايسني يلي مسايسني ولا تحسب روحك عراب ديما بكلامك تكبسني زعما متسير شباب عامل لنا فيها سياسي تفهم في لغة الكراسي شعاراتك ماكش ناسي لازم تحصل في المندا لازم تحصل في المندا. تولق منا واحد كلاشرات ولا لا جمعته في غديك بالكربة انت معاه انت معاه لا نعرف لي عرفني انت معاه انت معاه ها هو السيد هذا ايش قال له انت كنت معاه بكاء ايش قال له قال وين خطا عليك للتلفزيون لا وبسم الله عليه قال والله ما نخطا عليك للتلفزيون قرر له في الدور كلم الشرطه ليه لأن تحت المراقبه 24 ساعه مو قال لهم انا جاي للتلفزه للميليشيا هذول او تلفزيون مشاهدينا الكرام اهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من الحوار السياسي لقاء جديد واسئله جديده وضيف جديد وقضايا راهنه تطرا يوميا على الساحه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في تونس كان افاد من قبل السيد رئيس مجلس الوطني التاسيسي بحكم شغور اماكن اعضاء تونس في البرلمان الافريقي بعد الثوره فكان لابد من ملء هذه الشغورات عمر كامل معدي مشرط الله في العراق منه التجمع ومن كذا جيوب الردة وجيوب البطيخ وجيوب الهندي سيب عليك أسماء احنا نطقنا باللسان شعارة الثورة ترجمنا شعارة الثورة إلى شيء ملموس وقدمناه للشعب عذاك علاش الشعب حبنا لا ثم تجمع ولا ثم بطيخ وبعدين حتى التجمعيين أنا ضد الاجتثاث رأوا الاجتثاث استوديو 101 جبريل تفافية سيولي كوبي 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 شنو يا كنزال؟ باهي انا في استوديو 101 في الاستاذ قصاص وسي وليد الزريبي استوديو 104 حصه نتاع اطفال ما فيها حتى واحد شوفوا لي الكولوار شوفوا لي شوفوا لي استوديو 101 تكون فيه اطلع لي اللي طاجت كل عشوه يطلع لي شنو يا يا كنزال سمع شنو يا كنزال؟ شنو يا كنزال؟ رقم واحد متحمل نسمع فيك نسمع فيك وشنو شنو الاوصاف تاعو شنو الشرطه الشرطه دخلوا فما واحد خالد التلفزه ولا شنو لابس وحده حمراء ولا شنو على راسه هو اللي هدد لي انا في الطريق امن الكلوار اللي فيه سي قصاص قول تو ماشي يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد هذاك اللي لحق فيني تو في الشارع راه الاوصاف هذه اللي كنت تحكي لي تو هاي لحق فيني في الشارع بالسياره هذا اللي كنت تحكي مع سيدي احنا باش نامنوا سي قصاص هو قال تو هذاك السيد اللي عرض له في الشارع مانيش مسيبه وانا الشرطه امسكوه تو حل العداله راه فورا او خليك اسمع خليك شوف هو في اللي نكون تاع التلفزه ولا لا خليك خليك شوف غير خليك متاكد انا في التلفزه توصي قاعد يتلقى من الاستوديو للاستوديو قاعد يتلقى في كل ورقه تاع التلفزه حاليا يتحرك تحرك بثها سي وليد تو حالا وما تقصيش بثها تو بثها المشاهدين تو رجاء حتى تشوف الحقيقه انا ما نكذبش راه إجين شو اسمه يا محمد إجين الكاميرا إجين أرجع الكاميرا
وبثها بثوها حاليا تو، هذه حقيقه دامغه تو للشعب التونسي. هاو تنقل يفتش على القصاص من سوق الاستوديو، تسمع فيها الامن ايش يقول ولا؟ نجم تصور ولا خايف؟ لا خايف؟ تودي لول صحراء. انا ربيت رجال يا سي وليد، شنو خايف وشنو بطيخه كان جينيته ناجن عجن يعني. صير بعد سجل كلامي زاد. قدام يوسف نقز على الجيش واحد انا مختر هذا. نجم يكون مسلح. تسجل يا اخي ما تخافش، سجل 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 كل شيء، الاحداث اللي صارت وكل تسجل وتبث يا وليد. سجل سجل حملك مسؤوليه اخلاقيه وعالميه. اتونسيون وليد، 4 3 2 1 توب. قلنا منذ قليل أن السيد إبراهيم القصاص تعرض إلى محاولات كثيرة للتهديد بالقتل عبر الهاتف، يعني تقريبا 17 شخص اليوم في طريقه أيضا إلى مبنى التلفزة أثناء الأعداد لهذا البرنامج. تعرض أيضا إلى تهديد، وهذا التهديد مصور، يعني الكاميرا كانت مرافقة للسيد إبراهيم القصاص لتصوير فقرة احتفائية بهذا النائب الظاهرة بين ظفرين في المجلس الوطني التأسيسي. والآن يبدو أن هناك شخص يهدده فعلا بالقتل هذه المرة، ووصلنا أنه اقتحم مبنى التلفزة التونسية وهو موجود داخل أروقة التلفزة. هذا كيف تصور مبنى الإذاعة والتلفزيون وهو الآن كما قيل لنا من قبل رجال الأمن يفتش المبنى استوديو يفتش عن القصاص لقتله؟ ما هذه الجرأة على نواب الشعب، وما هذه الجرأة على الشرعية؟ وما وأريد أن أعرف الشخص هذا لأي جهة ينتمي. قولوا لي أنا مسيطرين على الوضع، وأريد من القوات الأمنية وقوات الجيش التي في الخارج أن تلقي القبض عليه فورا ويحال العدالة ليرى فيه القضاء راية. من يحمي هذا الشخص ليهددني في مبنى التلفزة العمومية ويفتش عن الاستوديوهات استوديو ليقتلني؟ من قال لهم؟ من قال لهؤلاء الأوباش أن القصاص في التلفزة؟ كوبي كوبي. حالة عادية. استنى لحظة هني جايك. أستاذ قصاص. نعم. فقط الأوصاف نتاعه يرحم والديك. لابس كبوس ولابس كيسبه. هو توجه لك بالتهديد معنا. اي كان الشوفير والكاميرامان حاضر يعني، وهو قال لي لحظه بس كبوس. كبوس شنو لونه؟ احمر. لابس كبوس احمر وفيستا. فيستا اللون بتاعها والله يحضر لي هيك، تميل للاصفر هيك. فيستا تميل الى الاصفر. لا 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 تتفصوا انت، ما تبعدش على الباب بتاع التلفزه، واحنا باش نبقاو باش نلبسي القصاص حمايته ديريكت معاش. الامر خطير جدا. باهي فما شكون في الباب البراني ولا لا؟ مامن تقطع التسجيل يعني؟ لا 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 ريجي بتاع المخرج الصالح كنا قاعدين استاذ نمشي للريجي ناخذ شويه في الريجي بعد نرجع نصوروا يلا جوست التامين جوست وقت يشدوه نرجعوا له. استوديو تالي كبير ما عارف شو. نصوروا سجلوا سيبوا اوكي. شو تقول السيد هذا؟ نقول له هني القصاص، هني رباية رجال ولد صحراء، هني ما يلبش الا خراص. راجل وصنديد لا عمرت مقروني وركبت المهرة، لا خلي أرجل واحد فيهم راقد على ظهره.
مرتبك شوية يعني متوتر شوية باقي تو جبنا فعل عليه هذا ما يسويش عندي من فضلك عودة ما تقول روح على إنسانية لا مش خايف لا مش خايف متوتر من جبنا مش خوف بمعنى أنا مستغرب وعبر عن استغرابي الشخص هذا وين تدرب كيف تصور الصور الذي يملأه التلول أو السلك كيف تحايل هاو 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 الراجل اللي هدف فيه هذاك هو هذاك هو هذا هذا هو شد انا اكلم وزاره الداخليه تو فورا كمل وزاره الداخليه فورا كمل وزاره الداخليه وتفورا شايخ والله لمن دمرك ها يا بقيه تربورا وبورا تفضل لفه ما تبداش تتمسك تو امسكوا بلغ وزير الداخليه فورا ما تمسكش انت هو اللي تاكل في الكرواسون شايخ شوف فيها داي داي تتبحبح رجال معايا 6 ملايين في الشهر يا بابا رجال رجال هذا السيد هذا السيد هذا اللي يهدد فيه بالقتل اسمعني علي الاستوديو جيبوا الكاميرا جيبوا بلغ وزير الداخليه فورا جيبوا في البلاد جيبوا الكاميرا جيبوا الكرز تفضل جيبوا الكرز جيبوا داخل جيب 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 خلي البلاصه بعد ما غادي بعد وقف التصفير قلت لك بلغ وزير الداخليه فورا قول له نائب الخصاص بلغ فورا بحضور فورا كلم كلم سكر نائب شعب ولا نائب الست ملايين اللي تضربوا فيها بعد سكر بارك الله فيك بارك الله فيك انا كبر سنك كبر سنك مش كلمك وقع قبض على المضروب فيه هو في استوديو واحد سيبني اخوي سيبني ابعثوا لي التعزيزات الشعب انت نائب ديالي انت بقتل خنقني هك عاو شو قتلت انت كيف تصورت الساعك البوسس كيف تصورتها انت وين متدرب الساعك متصور انا متصور وين متدرب وين وين متدرب وين متدرب وين متدرب وين متدرب ساكر فمك وين متدرب وين ساكر فمك سايبوني انت جاي تهدد فيها في استوديو بالقتل تو تقلب الموضوع علي ليه انا قلت لك مش نقطه هذا تفضل سيبراي تفضل سيبراي اي تجي وزير الداخليه تفضل سيبراي تفضل سيبراي والله سيبتكم تفضل سيبراي انت الحاله تفضل سيبراي تفضل سيبراي تسامحوني لحظه سيبني اخوي سامحوني احكي معاه انا نحب نكلم المذيع احنا في رقم واحد في الطبق الارضي طبق خلي يكلم اقعد هنا في بلاستيك ما بعدش غادي ورقه سبراي اعطيني تليفونه اعطيني تليفون اعطيني جيب له تليفون اعطيني تليفوني يز يز سبراي ثلاثه مسرحيه يز يز اعطيني تليفوني جيب له تليفون سبراي اساس مش كلم وزير الداخليه وين تعزيز يا زميل شوي كلم الهاشمي الحامدي طو شويه بشويه بلدي هاني نكلم فيه بلا يقول بلا يقول بلا خشف اللي يحبوا باه يا باه يا سي الحاج باه يا عمي بلا سبراي برتاح بلا لا خلك كلمه خلك كلمه سايبه ما الكبر سنه سايبه مساج ليش يا حاج تكرهني شملت لك انا شنو اش عملت لك هاي تفضل اكثر في النريت انا ما عنديش حق عليك بكريستال هاي تفضل ها وباكو ببركيت هاي تفضل سايبه برب تقريبا الراجل مش خليه بلا خليه كل ما خشف شي يحبوا له بلا خليه حبشين عندي أربع صغار وكاري وحالت علينا ما سمعتش راك تتحرك لقسموك في الزوج لا 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 الظهر مش وانت بشيخين في المجلس مونو قالك شيخين يا حاج مونو قالك احنا شيخين هاكم كراه ابوك موت لو لا حول ولا قوة الا بالله والله مالك ساب هالكراه والله مالك ساب ها وش عندي ها جيبوا لي شربة ماء جيبوا لي شربة ماء اخوي عاون انا ما احتاجش بالله احكي له شحب يعطيك يعطيني حتى مليون نمشي نكري بيه ولا نمشي نشري حتى 50 ميكرو جرام دق 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 لا لا صي راجل كبير مسافر لا لا تهديد بالقتل هذيك كان يسامحوه احنا ما نسامحوش معناته النيابه العموميه ما تسامحش يقعد غادي يقعد غادي يقعد غادي يقعد غادي يقعد غادي يبرك ما تقدرش تربي لا خلي ما تلبش شي طالب انت مليون طيب تعطي مليون دخل بالصفه والله يا ولادي قداش تنجم تعطيه هاي حتى تعال سي وليد سي وليد ها الفجير يقسم لي وياه صادق لا لا هاك لابس جبه تاع 200000 تحاج الراجل انت 30000 يا حاج نعطيها لك عمي نعطيها لك والله لما نروح يا سيدي نعطيها لك تو الحق نعطيها لك هاش عندي حب يعطيك الجبه نتاعو هاوي هاش الفلوس اللي عندي هذه الفلوس اللي عندي ها والله هذا مكسوبي في الدنيا هاي واحد اثنين ثلاثة هذه 30000 العم بارك والباس هذه 40 ها هاي بقت لي 40 هاد اعطاك 40 دينار ايش عنده جدك 30 فلوس ما يسالش ما يسالش
سي ابراهيم بارك الله فيك. سي ابراهيم يقول لي تتبع اخلاقك. شفت الراجل كيش غلط فيها ولا؟ والله الا كون مخسرك هكا. شفت كيش غلط؟ بوسه من راسك سايب. ما يسالش عمي ما يسالش. سي ابراهيم غبد على السير. ساقر واحد. تقلي من كوب الدنيا. زيدوا 10,000. ابراهيم القصاص تفضل اقعد هنا. سي ابراهيم نعدي هنا. هات ادخل لي هنا. خلص هنا سي ابراهيم. نعم هزيد السبعه كلها. السلام عليكم يا سيدي. انا سي ابراهيم سمعنا. نسمع فيك. شكون معايا؟ لك لانه شاركت معنا في سياسي في الفخ. شاركت معنا في برنامج سياسي في الفخ. اللي عملوه كل في الكهرباء وفي التلفزه وفي شيء وكل شيء. هذول ال 40 دينار. حلو عليك. هاي سي ابراهيم. بارك الله فيك. هاي اخوي جيبوا كاس ماء. لا بارك الله فيك. هاي تفضل خليك سي ابراهيم. امنا كل ما امنا. سمح بارك الله فيكم. حياكم الله. واحدة. بش. بالسياسة سايسني يلي مسايسني ولا تحسب روحك عراب ديما بكلامك تكبسني زعما متسيس شفاف عامل فيها سياسي تفهم في لغة الكراسي شعاراتك ماكش ناسي لازم تحسب